شي بغينا القانون لهذا الشيء هذا، واش غير حومه شعبيه ما يجيش القانون ليها؟ الناس عباد الله كيجيو ما كيلقاو لا تلقاه لا حتى شي حاجه، الاطباء نهار الجمعه كيخدموا يلا ساعه زعما كاينه في النهار. اللي جاي يمشي هذا يدوز لولده ما يلقى تدواز، ما يلقاو دواء، ما يلقاو حتى شي حاجه، لا تلقاه لا حتى شي حاجه. اللهم هذا منكر. كان عندنا نهار 18 في الشهر ها هو فينا هو مكتوب. تلقحت 18 في الشهر 7 ها هو. كاين كل شيء موجود. جينا نهار 18 ما لقيناهم، جينا عاوتاني من موراه عاود ما لقيناهم، عاود دابا حنا ما لقيناهم. دابا فوتوا شنو غنديروا؟ نبقاو حنا دائما هكذا. فوتوا التلقيح ديال ولادنا، حنا عندنا ولادنا التاريخ ديالهم دابا في التاريخ ديال التلقيح ديال الدراري. ملي كنجيو كنمرضوا حنا تيقول لك الدواء ما كاينش. فهمتي؟ الطبيب ديال نتاع المخزن يبقى طبيب المخزن. من حقنا نشدوا الدواء ومن حقنا نلقحوا لولادنا. هذا الشيء راه ماشي معقول هذا. اخويا هادشي هذا بزاف. حنا انا عندي تلقيح نهار 27 في الشهر وجيت وعاودت وعاودت وكنجي كيجليني ديك الراجل راه هو فينا هو ودابا عاد جا عندي ملي شافكم جايين جاي كيقول لي سيري بحالاتك بلا ما تهضري سيري بحالك ما تهضريش هنايا. هادشي هذا بزاف ديروا لنا الحل الله يرحم الوالدين. حنا التلقيح ما يدوزناش ديال الدراري. انا صعب لي حل هذا الطبيب ما عطاتني الدواء ديال السكر. أنا دابا ما عندي شيء وانا عوره ما كنشوفش كيجيبوني عين الناس ويتبعونا وهي ترجع عندها كتقول لي سيري على الطبيب سيري على الطبيب عطيني بنت الشوكه باش نضربها. دابا انا ما ضربها شيء انا غنطيح دابا هنايا في السبيطار. مسكينه مريضه ما كتشوفش وما عندها حتى واحد اللي يجيبها كيجيبوها غير انا جبتها غير انا وما خصها تشد غير الدواء ديال السكر وما لقاتش مسكينه اللي يجيبها غير الدواء ديال السكر ما لقاتش الطبيب دابا. حنا ناس ضعفاء كيخصنا ضروري ما عندناش باش نشريو شي حاجه ولا نتبعو شي حاجه. هادي عم عطاوني الدواء ديال السانتي والسكر كيعطوني غير الغليظ وانا مريضه بشحال الامراض. انت كتشوف ديال الصدر وديال التانسيوم كيعطيوه ليش وما لاقي جهد ما كنشربوش دابا. لا اله الا الله. ما كتبقاش كاع عندهم الدواء ملي كتقول لهم عطيني الدواء كيقول لك هما لا راه حنا ما جبناش الدواء ما عندناش الدواء. واش سيدي هاد الحكومه ما كتعطيش الدواء فابور؟ شكون كاين في الطبيب دابا؟ شكون كاين؟ دابا حتى واحد يلاه العساس حلنا الباب وصافي. هو مسكين حلنا الباب وخلينا هنا قلت شو انتم يا ناس حتى واحد. 15 8 عاد الدنيا خاويه هنايا بحال دابا كنبداو فوقاش كيبداو العشره عادي يبداو بلاتي عليهم ما كيجوش بكري ويلا جاو بحال دابا هذا كتدخل عندهم كتبقى داك بحالك بحال شاكوم ما يديها فيك حتى شي واحد والدواء ما كاينش ما كيعطيوش الدواء حتى واحد ما كاين هنايا ما كاين حتى شي حد كلشي سيدي شاد كونجي دابا دابا من نهار 18 في الشهر وانا كنجي كنلقاه ما كاين لا طبيب لا حتى شي واحد هنا في هاد الدنيا هادي فين شاو الله يعلم بيهم. تاخذ كلمة؟ نعم. الله يسامحك. هذا مركز الصحي هذا راه ديال العموم. رونديفو ما شاء الله. تجي تشد رونديفو كتلقى ما كاينش حاجة كيقول لك سير فوق تاش ما عرفتش. الشهر 8 كلشي خرج كونجي. إذا هذاك اللي خرج فين راه ريسبونسابل ديالو؟ شكون هذا اللي سيديرو؟ واش ما عرفش ذاك البوست غيبقى خاوي؟ الله يجزيكم بخير. هذا طبيب الحومة هذا فين غنمشي؟ حي شعبي راه هو هذا حي شعبي. فين غنمشي؟ طلعوا للسياشي ولا فين غنمشي؟ ماشي 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 ما